يا شباب، تكملة للشيت بتاع الباور في الاي سي سيركتس، تمام. ده الجزء الثاني. شوف المسألة التانية، عندنا مسألة بالمنظر ده. مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نحسب التوتال نمبر اوف واتس، يعني عايز يحسب البي توتال، وعايز يحسب الكيو، وعايز يحسب الاس والباور فاكتور، وعايز يحسب الكرنت بتاع السورس الاي اس ده، تمام. طبعا هنا عاطيني قيمة السورس ان هو ارم اس فاليو، تمام. هو ما قاليش اللي هي دي ماكسيمم ولا ارم اس، تبقى ايه باي ديفولت ارم اس. احنا اتفقنا في حالة الماكسيمم بيدلنا ايه؟ قيمة ساين اوميجا تي او قيمة كوزاين اوميجا تي، يبقى جنب الساين او الكوزاين يبقى ده القيمة الماكسيمم، يبقى لازم نقسمها على روت 2 علشان نشوف حسابات الباور عندنا، تمام. ادي المسألة التانية يا شباب، بيقول لي عندي لود 2 وعندي لود 3 وعندي لود 1. لود 1 ده عبارة عن absorbed reactive power اللي هو 200 فار ال، يبقى ايه؟ يبقى كيو ال عندي ب 200، تمام. والزيرو وات يعني الاكتف باور بتاعته بزيرو البي، وادي الكيو سي بتاعته برضو بزيرو، تمام. يبقى الاس الاولانيه للود الاولاني عباره عن ايه؟ جي 200 فولت امبير، تمام، لانه عباره عن جي كيو ال بس، تمام. فاحنا في الحاله دي هتبقى ايه؟ الاس هتبقى هي ايه؟ الابزوربد رياكتيف باور اللي على ال بس، اللي هي جي 200 فولت امبير، تمام. طب لود 2 عباره عن ايه؟ عباره عن 100 وات، يبقى دي البي، وعبارة عن 600 فار 600 فولت أمبير رياكتيف على السي، يبقى دي كيو سي. طبعا الكيو سي طبعا بنحطها على طول ايه؟ بماينس جي، نحط لها ماينس جي على طول، زي ما كيو ال بنحط لها ايه؟ جي على طول. وزي ما اتفقنا الأكتيف باور دي بتبقى الأنجل بتاعتها بكام؟ بزيرو، تمام. يبقى ال S2 دي اللي هي بتاع لود 2 عبارة عن 100 ماينس جي 600 فولت أمبير. لو رسمنا لها الباور تريانجل بتاعتها يبقى 100 وات دي اكتف باور انجل 0 اهي، ماينس جي يبقى نازل تحت انجل 90 ماينس 90 سوري ايه 600. يبقى الاس 2 دي كماجنتيود وانجل بقى عبارة عن ايه؟ لو كتبنا الكلام ده على الكالكوليتر، تمام، وعملنا شيفت 2 3 هتطلع لي ايه؟ 608 0.27 انجل ماينس 80 فولت امبير. طب اللود 3 هنا هو عبارة عن ايه؟ اللود التالت ده عبارة عن 0 فار فولت امبير رياكتيف، وعبارة عن 300 وات. يبقى الاس نفس الحكاية، ده الجنرال رول بتاعنا، بي بلس جي كيو ال ماينس جي كيو سي، ما عندناش الا ايه الا البي بس. يبقى الاس ايكوال ايه؟ 300 فولت امبير. ماشي يا شباب. يبقى لو عايزين نحسب ال S total للدايرة دي عبارة عن S1 plus S2 plus S3، تمام، يديني ايه؟ 400 minus G 400. يبقى ال ايه؟ المثلث اهو التريانجل اللي تحت، تمام. يبقى ال S total بكذا. طب ال S total دي بتساوي ال V source طبعا ارم اس في ال I source ارم اس ايه conjugate. احنا لسه حاسبين ال S total وعارفين ال V source بكام؟ 100 انجل ايه 90، نقسم دي على دي يديني ايه؟ الكرنت كقيمة الكرنت ايه بتاع السبلاي بس كونجي، نعكس اشارة الايماجيني، يبقى كده جبنا الاي سورس العادي هيطلع ايه؟ شيفت 2 3 كقيمة 5.65 وانجل 135 ديجري. ماشي يا شباب. طبعا هو يمكن نسيت احسب الباور فاكتور هنا، اهوت عبارة عن ايه؟ زي المسألة اللي فاتت بقى في نمبر 1، كوزاين سيتا في ناقص سيتا اي. سيتا في تعتبر ايه؟ ماينس 45 والسيتا اي 135، يبقى دي بالماينس ماينس كمان، يبقى ايه؟ يبقى الدايرة دي ايه؟ ليدنج بار فاكتور، صح؟ تمام. تعال نشوف نمبر سي. هتلاقي ان الفكرة العامة للمسائل ايه؟ شبه بعضها. هنا نفس الحكاية، عطاني لود 1 ولود 2 ولود 3. فلو عايزين نحسب الاس توتال هنحسب نجمع اس 1 واس 2 واس 3.
طبعا دي عبارة عن ايه؟ 600 بلس جي 1200 صح؟ عشان دي ايه؟ كيو ال جي كيو ال، ودي ايه؟ ماينس جي كيو سي، يبقى ماينس جي 600، وهنا 500 يبقى دي بي، دي بي ودي كيو ال، يبقى نفس الحكاية يا شباب. ايه؟ كل واحدة الاس بتاعتها بي بلس جي كيو، بي ناقص جي كيو، وهنا بي بلس جي كيو. لو جمعنا الكلام ده كله مع بعض يديني الاس توتال بكام؟ ب 1200 بلس جي 1200 فولت امبير. تمام، ما تنساش ان كيو سي دايما معاها ماينس جي، وكيو ال دايما معاها ايه؟ بوزيتيف جي. ماشي يا شباب، يطلع لي قيمة الاس توتال. لو عايزين نحسب الاي سورس نقسم الفي سورس على، سوري، الاس توتال على الفي سورس، يديني الاي سورس بس كونجي. نعكس اشاره الايماجيني يبقى ايه، او اشاره الانجل تديني الاي سورس العاديه. لو عايزين نحسب الباور فاكتور، هنا بقى الاس توتال دي اهي بي بلس جي كيو ال صح، يبقى التريانجل اللي فوق. تمام، طالما التريانجل اللي فوق يبقى كيو ال اكبر من كيو سي، طالما كيو ال اكبر دوميننت تعتبر، تمام، يبقى دي اندكتيف. هتلاقي ان الكرنت بيلاج، كرنت ايه؟ بيلاج. المسألة اللي فاتت، تمام، أول مسألة الأولى كانت الـ S total إيه؟ أهي كانت الترينجل اللي تحت، فالـ QC أكبر من الـ QL، فهنا تعتبر الدايرة إيه؟ كاباسيتيف. كاباسيتيف يبقى الكرنت إيه؟ بيليد. أهو كرنت بيليد. هنا تعالى نشوف آخر مسألة نوت اللي إحنا كنا شغالين فيها، لأن الـ S إيه؟ أهي دي اندكتيف، يبقى على طول أعرف أنا إن الكرنت إيه؟ بيليد. يبقى تعالى نحسب باور فاكتور كده، كوزين سيتا في ناقص سيتا اي، سيتا في اللي هي ايه؟ بزيرو صح، والسيتا اي ماينس 45، يبقى ايه؟ زيرو ماينس ماينس، يبقى اللي جوه ده الديفرنس ما بينهم ايه؟ بالبوستيف. يبقى الباور فاكتور ده بيلاج ولا بيليد؟ بيلاج برضه. تمام، احنا زي المسألة الأولى لو قلنا الديفرنس ده بالنيجاتيف يبقى ايه؟ باور فاكتور بيليد، لكن هنا بالبوستيف يبقى ايه؟ بيلاج. يبقى لو الفولت هو انجل زيرو بدأ من الاوريجين عادي، يبقى الكارنت ايه؟ هيتأخر عنه، هيتلاج بقد ايه؟ 45. ماشي يا شباب، شكرا ليكم.